الحين كثير من الفنانين عندهم الخطة باء ها لغدر الزمان. إيه؟ صح. وش عندك خطة باء بلان بي لو لا قدر الله صحيت الصباح ولقيتي والله ان الصوت لي عليه لك عليه؟ انا على فكرة ترى لا يغرك اني انا يعني كيوت، ترى انا اعرف اسوي اشياء كثير زي ميك اب، اعرف اسوي اكل، اعرف صدقني انا اقدر اشتغل اي وظيفة في الحياة. يعني تفتح مطعم ولا محل ايوه ممكن، ممكن افتح مطعم، ممكن اسوي لاين حقي، ممكن اعمل بزنس يعني ترى. طيب لو انت فتحتي مطبخ ايش نوع الاكل اللي تبي تسوينه؟ الله سعودي طبعا يعني. وانت الشيف الرئيسي طبعا. طب تخيلي في واحده من الفنانات اللي انت تكرهينه وما الحين يكرهونك دخلت المطعم وكرم الله النعمه، وش هالاكل ذا؟ جيبوا لي الشيف صاحبه المطعم. انت صاحبه المطعم مو بنت اللي كنت تغنين اول حش اللي قلب الدنيا سبحان الله. انت شكلك الفنانه اللي ما تحبني. لا انت شكلك هي كيف تتعلمها؟ متنكر. افسخي القناع، افسخي القناع. والله انزل.